أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة طبيعة الخلاف بين القوات السعودية والإماراتية في منشأة بلحاف الغازية بمحافظة شبوة اليمنية. أصيب جندي باشتباكات اندلعت بين القوات الإماراتية والسعودية في منشأة بلحاف الغازية بمديرية رضوم جنوبية محافظة شبوة. ونقل مراسل قناة بلقيس عن مصدر عسكري قوله أن الاشتباكات اندلعت نتيجة خلافات وملاسنات بين جندي سعودي وحراسة بوابة المنشأة من قوات النخبة الشبوانية المدعومة إماراتيا، لتتوسع إلى اشتباكات بين القوات الإماراتية المتمركزة في المنشأة والقوات السعودية، ما أسفر عن إصابة أحد جنود النخبة. وبحسب المصدر فإن قوات الجيش تدخلت وأوقفت الاشتباكات واحتوت الموقف بعد توتر الوضع في المنشأة. وتقع منشأة بلحاف في الميناء الذي يحمل اسم المنشأة والذي حولت القوات الإماراتية جزءا منه إلى موقع عسكري. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: ما طبيعة الخلاف الناشب بين السعوديين والإماراتيين في بلحاف؟ وهل يختلف الطرفان على ترسيم خارطة الأطماع في اليمن؟ وإن موقع الشرعية اليمنية مما يجري على أرضها؟ قبل النقاش نذهب لمشاهدة هذا التقرير ومن ثم نعود. يكاد الحليفان الخليجيان أن يقتتلا طمعا في السيطرة على موارد اليمن، أو اقتتلا فعليا، لكن المصاب في المعركة يمني من النخبة الشبوانية المدعومة إماراتيا. اجتمعا على الإطاحة باليمن الذي حلم أبناؤه بدولة أقاموا لأجلها ثورة وقدموا ثمنا لها الكثير من التضحيات، لكنهم يفترقان الآن على المغانم، وتلك عادة عرب الصحراء منذ القدم. اللافت في الصراع السعودي الإماراتي على ميناء بلحاف النفطي أن القوات اليمنية أخذت على عاتقها مهمة فض الاشتباك وترسيم الحدود الميدانية بين شركاء الحرب على اليمن. وبحسب المعلومات القادمة من الميدان فإن اشتباكات اندلعت نتيجة خلافات وملاسنات بين جندي سعودي وحراسة بوابة المنشأة من قوات النخبة الشبوانية المدعومة إماراتياً، لتتوسع إلى اشتباكات بين القوات الإماراتية المتمركزة في المنشأة والقوات السعودية، ما أسفر عن إصابة أحد جنود النخبة. وبحسب المصدر فإن قوات الجيش تدخلت وأوقفت الاشتباكات واحتوت الموقف بعد توتر الوضع في المنشأة. وبلحاف اسم لأكبر منشأة غازية في اليمن، استولت عليها الإمارات وحولتها إلى معسكر لقواتها لتمنع بعد ذلك الحكومة اليمنية من تصدير الغاز وتبقيها رهن العوز المالي والاعتقال في فنادق الرياض. إذن لمناقشة أوسع حول هذا الموضوع إلى أن تجهز الاتصالات مع ضيوفنا، نذكر المشاهدين أننا نناقش اليوم طبيعة الخلاف بين القوات السعودية والإماراتية في منشأة بلحاف الغازية بمحافظة شبوة، والتي أدت هذه الخلافات إلى إصابة جندي بالاشتباكات التي اندلعت بين القوات الإماراتية والسعودية في منشأة بلحاف الغازية. إذن ينضم إلينا ياسين التميمي وهو محلل سياسي معنا من اسطنبول. مرحبا بك معنا سيد ياسين. حياكم الله، أهلا وسهلا. بداية، ما طبيعة الخلاف بين الإماراتيين والسعوديين في بلحاف؟ هل هو كما يقال سوء تفاهم مثل ما تحدث البعض أو تحدثت بعض المصادر؟ طبعا حتى هذه اللحظة ونظرا لوجود شحة في المعلومات حول دوافع ما جرى في بلحاف، لكن لا يمكن فصل ما جرى في بلحاف عن التوترات الجارية حاليا في محافظة أبين، والتوتر الذي يكاد يدفع بطرفي المواجهة هناك، يعني الحكومة أقصد قوات الجيش الوطني والقوات التابعة للمجلس الانتقالي. هناك توتر يمتد من سقطرة حتى أبين، وأعتقد أن بلحاف تمثل نقطة مركزية لأنها لها علاقة بخطوط الإمداد، وقد سبقتها الإمارات لعدة أسباب. أولا أنها تريد أن تجرد الحكومة الشرعية من منشأة اقتصادية مهمة، وثانيا هي تريد أن تبقى هناك لكي توصل الإمدادات لقوات المجلس الانتقالي
التوتر يشير إلى أن حالة الوثاق بين الرياض وأبو ظبي انتهت على خلفية سعي أبو ظبي المستمر لتوتير الأوضاع ولمنع تطبيق اتفاق الرياض، وهو أمر يشكل يعني سبب أو مصدر حرج كبير للرياض التي إن عاجزت عن تهدئة الأوضاع في عدن فإنها ستظهر كقوة إقليمية لا تستطيع أن تتحكم حتى في المنطقة التي تركها العالم لكي تتصرف فيها على بحريتها الكاملة. الرياض متواجدة كقوة عسكرية أساسية في عدن، لكن الآن القوات التابعة للمجلس الانتقالي تتبنى منطقة عدائية ضد قوات الرياض في عدن وفي أبيان، تتبنى منهجا عدائيا وانتقادا صارخا ضد الرياض، وهذا يشكل مقدمة منطقية لمواجهة محتملة. فالمسألة هي مرتبطة ما جرى في بلحاف، أعتقد أنه توتر مستحق ناتج عن حالة الإرباك الشديد الذي تسببت بها الإمارات بالنسبة للسعودية عبر أدواتها في عدن وأبيان وبقية المحافظات التي يهيمن عليها المجلس الانتقالي. إذن تفضل بالبقاء معي سيد ياسين التميمي. أيضا ينضم إلينا نائب رئيس المجلس الانتقالي منصور صالح من عدن. مرحبا بك معنا سيد منصور. يا أهلا وسهلا نائب رئيس الدار الإعلامية. أي نعم نعم. ما هي بداية سيد منصور أسباب الاشتباكات التي اندلعت في شبوة وإلى أين يمكن أن تنتهي حسب متابعتك لها؟ مساء الخير. ويتعلق بالاشتباكات حقيقة لم نسمع بها وربما هي لم تحدث، كل ما قيل ويقال من جماعة الإخوان ومن القوات التي فرت من جماعة من أطفال الحوثي في محاولة لأن تضع أو تصنع لنفسها مهابة وهيبة بأنها قادرة على أن تحاصر القوات الإماراتية. أنا أعتقد بأنه من باب سوء التقدير للأمور وأيضا محاولة مضحكة بعض الشيء، فهي أولا لا تملك القدرة وثانيا هي تدين نفسها بكونها هي من تتعرض للقوات وبالتالي عليها ألا تضرب دموع التماسيح ولا تبكي وتشكي في حال ما إذا أخذت بحقها أي إجراءات من قبل الأشقاء في دول الإمارات. الأشقاء في دول الإمارات والأشقاء السعوديون هم يمضون في خط واحد وهم منسجمون ومتفاهمون، وحتى الأشقاء في السعودية نفوا أن تكون هناك أي خلافات فيما بينهم وبين القوات الإماراتية، واعتبروا أن ذلك هو جزء من محاولات المطابخ الإعلامية للوقيعة ما بين الجانبين. وكذلك فيما يتعلق بحشر ما يسمى بالجيش الوطني بكونه قادر على أن يقوم بعمل كهذا، أعتقد بأنه أمر بحاجة للمراجعة، وأيضا إعلام التابع لما يسمى بالشرعية أعتقد بأنه إعلام متخبط وهو يوقع الشرعية مرة أخرى كما وقعها في مرات كثيرة في شرك أن تكون موضع محاسبة واتهام من قبل الأشقاء في التحالف. لكن أنت يعني أشرت إلى أن في يعني أنك لم تسمع عن خبر حول هذه الخلافات التي حدثت في منشأة بلحاف. هناك أيضا خبر يؤكده مراسلنا إصابة جندي باشتباكات من النخبة الشبوانية هناك التي حدثت في منشأة بلحاف. هل يمكن أن يعني تشكك بهذه المعلومة خصوصا أن هناك إصابة لها؟ نعم أشكك، بل أنه بحسب معلوماتنا بأنه لم تحدث هناك، ربما كان هناك نوع من التوتر لكن لم تحدث هناك اشتباكات. ليلة أمس تابعنا ربما كما تابعتم أنتم هناك من يتحدث عن أنه تمت عملية محاصرة معسكر القوات الإماراتية في بلحاف من قبل ما يسمى بالجيش الوطني، وهذا أمر نعتقد بأنه حاجة من أحلام اليقظة لدى بعض العناصر المتطرفة والتي لا تدرك عواقب ما تقول في ما يسمى بالجيش الوطني بأنها تستطيع أو أنها قادرة أو أنها تملك حتى الجرأة على أن تقدم على خطوة مثل هذه.
المزمن نستطيع أن ننفي هذا هو أنه لا علاقة للنخبة الشبوانية في هذه المرحلة بأي صراع موجود خاصة في محافظة شبوة. لكن هناك أيضا تصريحات لكم للمجلس الانتقالي أرسلتوها تدفع باتجاه تفجر الوضع في الجنوب بشكل عام، ما الذي يسعى إليه المجلس الانتقالي برأيك؟ يا سيدي، الرسالة التي وجهها، إن كنت تقصد الرسالة التي وجهتها الإدارة العامة للشؤون الخارجية للسيد الأمين العام المتحدة وللدول الداعمة العضوية في مجلس الأمن، هي كانت رسالة إبراء للذمة وإحاطة للمجتمع الدولي بأنه الحكومة اليمنية وبالتعاون مع قوى داعمة للإرهاب، ولا وسأوضحها هي وأقول بأنها مدعومة من الجناح القطري التركي الذي ربما يسيطر على قرار الحكومة اليمنية. هذه القوات تحاول أن تدفع باتجاه توفير الأوضاع في الجنوب، وأيضا تحاول التنصل من الالتزامات التي أبرمتها الحكومة مع الاتجاه أو التزمت بها الحكومة اليمنية مع دعوة وقف إطلاق النار والتي قبل بها أيضا المجلس الانتقالي الجنوبي، وأيضا حتى التزامها بتنفيذ اتفاق الرياض الذي وقعت عليه. نعم سيد ياسين، الانتقالي في هذه الرسالة هو يريد أن يقول للعالم نحن ما زلنا ملتزمون بوقف إطلاق النار، وأيضا ملتزمون بما علينا من اتفاقات، وأن هناك قوى تحاول توفير الأجواء، وهنا تحاول نقض اتفاق إطلاق النار. ابقى معي سيد منصور. نعم. هذا الأهم، ملتزمون بالدفاع عن شعبنا وقادرون. نحن نقولها ونكررها دائما وأبدا، نحن طلاب سلام ونحن دعاة سلام. نعم. كما قالها الأقدمون، نحمل غصن الزيتون في يد وفي يد الأخرى نحمل البندقية، وقادرون على أن نحمي شعبنا. وربما القادمون من وراء حدود الجنوب لا يجدون تقدير الأمور ويعتقدون. نعم وضحت فكرتك سيد منصور صالح. نعم سيد ياسين، هنا منصور صالح أشار إلى أن الخلاف بين القوات السعودية والإماراتية الذي حدث في منشأة بلحاف قلل منه وقال أنه هو عبارة عن توتر وتم السيطرة عليه. برأيك ألا يمكن أن يعني يختلف الطرفان السعودي الإماراتي على ترسيم خارطة الأطماع بينهم وهذا التوتر يدل على ذلك؟ طبعا كان الأخ منصور يقول بأن الذي حدث هو أن الجندي السعودي حاول أن يعانق الجندي من النخبة الشبوانية فاعترض بسبب وباء كورونا، لهذا نشأ هذا الخلاف. القضية واضحة وضوح الشمس. المجلس الانتقالي شكى بالمملكة العربية السعودية للمجتمع الدولي لأن ما يحدث في أبين يحدث تحت سقف اتفاق الرياض. اتفاق الرياض الراعي الرسمي له والمسؤول عن تنفيذه هي المملكة العربية السعودية. وأذكر أن الجمعية الوطنية أو تسمى الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي عقدت دورة تحت شعار معا لتنفيذ اتفاق الرياض، وحاولت أن تعطي إيهام لأنصارها بأنها ستنفذ اتفاق الرياض هي والسعودية من طرف واحد. لكن الذي يحدث اليوم هو أن الصدام بين المجلس الانتقالي والسعودية، يعني هذا الصدام يأخذ أشكال عديدة ليس فقط في عدن، يأخذ أشكال البيانات الصحفية، شغل على مستوى الدواب الإلكتروني، التحركات العسكرية، التقطعات، منع وصول إمدادات عسكرية تقدمها المملكة العربية السعودية لمقاتلين يواجهون الحوثي في المحافظة الشمالية، وأخيرا الرسالة التي بعث بها المجلس الانتقالي إلى الأمم المتحدة واتهم فيها السعودية بأنها تدعم الإرهاب. يعني في نهاية المطاف هذا البيان أو هذه الرسالة تفترض أن القوات التابعة لهذه هي قوات إصلاحية، والإصلاح هم إرهابيين، والإرهابيين مدعومين من المملكة العربية السعودية، أنه لا يمكن لقطر أو تركيا أن تدعم هذه القوات التي تستخدم آليات ومصفحات سعودية وذخائر سعودية وتتلقى مرتباتها كما الانتقالي من المملكة العربية السعودية، ولا يمكن النظر إلى الحكومة الشرعية بأنها وديعة قطرية في الرياض. هذا مسألة أو هذا منطق غير مقبول وغير واقعي وغير حقيقي. هناك خلاف، الإمارات تريد أن تثبت المكاسب السياسية للإنقلابيين الجدد في المحافظة الجنوبية كما فعل الحوثيون في المحافظة الشمالية، وهي مؤامرة ضد الدولة اليمنية وضد وحدة اليمن. الإمارات العربية السعودية استعرضت احتفال
كبير جدا في أبو ظبي وقالت أنها انسحبت. يتضح فيما بعد أنها موجودة في بلحاف هي والمرتزقة من النخبة الشبوانية في هذه المنشأة التي تصدر. لماذا الإمارات سيد ياسين لم تنسحب من منشأة بلحاف وتصر القوات الإماراتية على البقاء في هذه المنشأة؟ لأن منشأة بلحاف تقع أولا، بالإضافة إلى أهمية المنشأة الاقتصادية، فهي منفذ وهي ميناء يمكن من خلاله إيصال الإمدادات، وهي نقطة وصل بين حضرموت حيث يوجد نفوذ للإمارات وبين أبيان حيث يوجد قوات تابعة للإمارات. هي لا تريد أن تبقي هذا الخط مفتوحا تحت سيطرة القوات الشرعية، هو نوع من العرقلة الاستراتيجية لمحاولة تطبيق اتفاق الرياض ومحاولة استعادة السلطة الشرعية لنفوذها على هذه المناطق وفقا لمقتضيات اتفاق الرياض. المجلس الانتقالي وبإعاز من قادته الموجودين في أبو ظبي حتى هذه اللحظة ينفذ أجندة إماراتية هدفها هو العرقلة تنفيذ اتفاق الرياض بأي شكل الأشكال، على الرغم من أن هذا الاتفاق غير مفيد وغير يعني بالنسبة للسلطة الشرعية ما كانت لتحتاجه. هناك تنازلات انطوي عليها اتفاق الرياض، لكن حتى في ظل هذه التنازلات المجلس الانتقالي اليوم عرقل تنفيذ اتفاق الرياض، وهو يكرر أو يستنسخ تجربات الحوثيين فيما يتعلق باتفاق السلم والشراكة الذي تنصلوا منه وواصلوا طريقهم في تمرير أجندتهم السياسية. للأسف تفضل بالبقاء معي سيد ياسين. سيد منصور صالح، هناك من يقول أن الانتقال لديه أجندة بدفع بتفجير الوضع في المناطق الجنوبية، أليست أحداث سقطرى ضمن مخطط تفجير الوضع في المحافظات الجنوبية؟ أولا أود أن أوضح بأن الأخ التميمي حاول أن يكون ملكي أكثر الملكيين، وحاول أيضا أن يتطوع من قبله لتفسير خطاب المجلس الانتقالي الجنوبي. خطاب المجلس الانتقالي واضح، هناك القوى الداعمة للإرهاب معروفة وهي قطر وتركيا واللجنة التابعة لها، وهي معروفة في الحكومة، وتركيا هي من تدعم التميمي ذاته الموجود في داخل تركيا، والذي هو يزاول نشاط أيضا يدفع جماعة الإخوان، وأيضا تدعم حمود المخلافي بملايين الدولارات ويحشد جيوشه ويسحبها من حدود مع المملكة العربية السعودية. هناك جناح أيضا صالح القبواني وآخرين موجودون في قطر ودول أخرى مدعومون من تركيا، وهم اليوم يحاولون خلط الأوراق على الأشقاء في التحالف وعلى المملكة العربية السعودية بما يخدم مشروع الحوثي وتمكينه من العودة إلى أرض الجنوب، لأنه ندرك بأن الجناح الموالي لتركيا وقطر في الشرعية هو الذي يسلم الجبهات بشكل تسليم واستلام بشكل يومي في الشمال وينسحب. لكن سيد منصور، لو نعود للسؤال، يعني استطرت كثيرا في وصف الاستاذ الجنوبي هو مشروع في مهاجمة الضيف. لو نعود سيد منصور إلى السؤال، هل لدى الانتقالي تفضل. نعم، المجلس الانتقالي الجنوبي صاحب مشروع بناء وتنمية ومشروع استعادة الدولة، وبالتالي هو لا يحمل ضمن أجندته أن يكون مشروع حرب وقتال، لكن هي انفرضت فهو قادر عليها، ولا أقول قادر ولكن هو ليس قادر على المواجهة، ولكن قادر أيضا على سحق أي قوة تعتقد أن بإمكانها أن تتطاول أو أن تتجاوز الخطوط الحمراء في إطار الجنوب. حتى القبول بها في الوقت الحالي في داخل شقرة أو في داخل شبوة ليس عجزا، ولكنه في إطار ما أراد الأشقاء في أن تبقى الأمور على ما هي عليه، وفي انتظار نحن أيضا بانتظار تنفيذ اتفاق الرياض من جانب الحكومة بسحب قوات الاحتلال من شبوة ومن شقرة، وسيتم تسوية الأمور وفق هذا الاتفاق. لكن يبدو بأن هناك أطراف إقليمية تدعم الإرهاب وتحاول اليوم أن تعود بعباءة ما يسمى بالشرعية لاحتلال الجنوب ولإعادة العناصر الإرهابية التي ابقى معي سيد منصور. أمر غير قابل للتحقق ولو شرقت الشمس من المغرب. نعم سيد ياسين، أشار الأستاذ منصور أن هناك جناح يمني خارج اليمن وهو مدعوم من قطر وتركيا يريد العودة إلى الجنوب، إلى أرض الجنوب، ما تعليقك على ذلك؟
هذه اتهامات على إطلاقها. طبعا لا توجد هناك أجنحة أبدا. قطر حملت فوق ما تحتمل. هناك اتهامات لتركيا بأنها تمول وهذا أمر غير صحيح. تركيا موجودة عبر السلطة الشرعية تقدم دعم وعون إنساني وهذا أمر يعني الجميع يعرفه. لا ينبغي خلط الأوراق هنا. الساحة اليمنية محتكرة بشكل كامل بيد المملكة العربية السعودية في هذه المرحلة. هناك لاعب سيء اسمه الإمارات. الإمارات لديها أدوات سيئة اسمها المجلس الانتقالي والنخب والأحزمة الأمنية. هؤلاء يعتقد أنهم يطلقون الرصاصة الأخيرة على مشروعهم السياسي من خلال هذه التصرفات الحمقاء التي يقدمون عليها. وأنا أتساءل على سبيل المثال يعني ما الذي يدفع الإمارات بأن تضخ أموال كبيرة جدا لشراء ولاءات في اللواء الأول مشاه بحري سوى أنها مصممة على اكتزاء جزء مهم من التراب الوطني في تحدي سافر للسيادة اليمنية وللمهمة التي جاءت من أجلها تحت سقف الأمم المتحدة. هناك لاعبين على الساحة اليمنية معروفين السعودية، إيران، الحوثيين، الإمارات والأدوات التابعة لها بالإضافة إلى اللاعب المعترف به دوليا وهو السلطة الشرعية. والسلطة الشرعية هي معسكر واسع الطيف يتكون من أحزاب سياسية شاركت في عمليات الانتقال السياسي وشكلت في مرحلة من المراحل حامل مهم جدا لثورة التغيير والإصلاح في, 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 في اليمن. وهؤلاء بالذات هم الذين يحملون بالعودة إلى 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 اتفاق الرياض سيد ياسين. بالأمس كان هناك إنذار من قبل المجلس الانتقالي المبعوث الأممي بأن الحرب باتت وشيكة. برأيك هل تدفع الآن هذه التوترات والأزمة بين الإمارات والسعودية التي فشلت في تنفيذ اتفاق الرياض تدفع إلى الحرب الآن؟ المجلس الانتقالي للأسف الشديد لم يدرك بعد بأن موضوع اتفاق الرياض هو موضوع هامشي بالنسبة للمبعوث الأممي وبالنسبة لمجلس الأمن وبالنسبة للأمم المتحدة. الأمم المتحدة أحيطت علما بأن هناك اتفاق الرياض قامت في السعودية هو إنجاز سعودي في المقام الأول. وبالتالي لو تابعت إحاطة المبعوث الأممي الأخيرة لم يشير لا من قريب ولا من بعيد للأحداث الدائرة في محافظة أبيان. كان التركيز واضح على قضايا أساسية ومنها وقف إطلاق النار ومحاولة دعوة الأطراف إلى حوار شامل. والأطراف هذه هي السلطة الشرعية والحوثيين. إشارة إلى الحديدة، إشارة إلى الهجوم على السجن المركزي في تعز. لم يشر المبعوث الأممي في إحاطته لتطورات أبيان مطلقا. وهذا يقدم انطباع بأن الأمم المتحدة تركت هذا الموضوع لتصرف المملكة العربية السعودية. ولهذا من المحرج جدا أن تستمر المملكة العربية السعودية عاجزة عن اجتراح حلول تؤدي إلى تنفيذ اتفاق الرياض وفقا للتعهدات التي قدمتها الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق. المسألة هذه لا تقبل اللعب أو المراوغة ولا يمكن أن ترتهن بأجندة إقليمية ومماحكات وصراعات. الإمارات كانت واضحة في عندما عملت احتفال في أبوظبي ولم يحضره مسؤول سعوديون وقالت أنها شاركت في هذه الحرب باعتبارها نقل هنا التساؤل ننقل هنا التساؤل للسيد منصور صالح. سيد منصور هل انتهى العمل الآن باتفاق الرياض؟ هل أصبح لدى المجلس الانتقالي أجندة للتعامل مع هذا الملف؟ نحن ما زلنا حتى هذه اللحظة نعتقد بأن هذا الاتفاق جاء لمصلحة الشرعية لإنقاذها ما لم هي قد أطلقت على نفسها رصاصة الرحمة الأخيرة. هي لن تستطيع أن تعود عسكريا وهي أيضا لن تستطيع أن تفرض نفسها سياسيا وهي أيضا غير موجودة شعبيا وكان بإمكانها أن تستغل هذا الاتفاق. نحن ما زلنا حتى هذه اللحظة نعتقد بأن الأشقاء في المملكة هم رأوا هذا الاتفاق وهم مسؤولون عن تنفيذه. من جهتنا تم تنفيذ البند الأول المتعلق بعودة الحكومة وكنا بانتظار أن يتم تنفيذ البند الآخر الزمني. نعم يبدو أننا التي قادمة من شبوة مرت. نعم كان يفترض هذا. أنا كنت فقط أود أن أعلق حول الاتهامات الأخ. الوقت داهمنا سيد منصور صالح وسقطرة والإمارات. نعم نعتذر منك عليه لو أنه انشغل بالحوثي وإيران والذين سيطروا على الشمال وعلى محافظاتهم الجنوب
بات خارج السيطرة وهو دولة وسيعود دولة. نعتذر منك سيد منصور على المقاطعة لضيق وقت الحلقة، كنت معنا من عدن نائب رئيس المجلس الانتقالي منصور صالح، وأيضا شكر لياسين التميمي المحلل السياسي كان معنا من اسطنبول، وأيضا مشاهدين الكرام شكر موصول لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.